مرحبا بكم أيها الرائعون مجددا في قناة English Seat لتعلم اللغة الإنجليزية. في درس اليوم سوف أشارك معكم بعض التعابير في اللغة الإنجليزية التي نستعملها بشكل كبير. إذن في هذا الدرس أريدكم أن تحفظوا وأن تفهموا هذه التعابير المهمة جدا. لايك للفيديو والاشتراك في القناة إذا كنتم مشاهدين جدد، واتركوا لنا تعليقا جميلا. أحضروا ورقة وقلم وهيا إلى التعبير الأول. التعبير الأول: Don't embarrass me. Don't embarrass me بمعنى لا تحرجني. Don't embarrass me. إذا أردت أن أقول لك أنت تحرجني أقول Yes, you embarrass me. إذن You embarrass me. أنت تحرجني. Don't embarrass me. لا تحرجني. رائع. نمر إلى التعبير الثاني والذي هو Don't blame me. Don't blame me. لا تلومني. Don't blame me. أيضا إذا أردت أن أقول لك أنت تلومني Yeah, you blame me. لا تلومني. Don't blame me. نمر إلى التعبير الثالث. I owe you. I owe you. أنا ممتن لك أو ممتن لكم. I owe you. أنا ممتن لك. I owe you. أنا مدين لك أو ممتن لك بحياتي. I owe you my life. I owe you my life. أنا مدين لك بحياتي. I owe you my life. أنا مدين لك أو أنا ممتن لك. I owe you. I owe you. إذن نمر إلى التعبير التالي. Chill out. Chill out تعني relax. اهدأ واسترخي ولا تقلق. Chill out. Okay. Chill out تعني ريح أعصابك واسترح. Chill out. Chill out. نفس المعنى الذي تفيده relax. Relax. Chill out. التعبير الذي يليه هو I'm proud of you. I am proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. بمعنى أنا فخور بك أو بكم. I'm proud of you. I'm proud of you. Okay. نمر إلى التعبير الذي بعده. Don't deny. Don't deny. لا تنكر. Don't deny. Don't deny. لا تنكر. إذن سجلوا هذه العبارات معي لأنها عبارات مهمة ونستعملها بكثرة في التواصل. Don't deny. لا تنكر. نمر إلى التعبير الذي بعده. Do me a favor. Do me a favor. تعني اصنع لي معروفا. Do me a favor. أو قدم لي خدمة. Do me a favor. إذن do me a favor تعني اصنع لي معروفا أو قدم لي معروفا. Do me a favor. أو قدم لي خدمة. Do me a favor. Do me a favor. Okay. رائع. الآن إلى التعبير الذي يأتي وهو I challenge you. I challenge you. أنا أتحداك أو أتحداكم. تعلمون بأن you تفسر حسب السياق. إذا كنت أخاطب مفردا ف you تترجم بأنت أو أنت. بمعنى I challenge you. أنا أتحداك أو أتحداك. لكن إذا كنت أخاطب الجماعة فإن you تترجم ب أنتم أو أنتن. I challenge you. أنا أتحداكم أو أتحداكن. I challenge you. أنا أتحداكم. التعبير الأخير I will defeat you. I will defeat you. نتصور أن شخصا ما يقول لصديقه I challenge you. أنا أتحداك.
يرد عليه صديقه I will defeat you. I will defeat you. سوف أهزمك. الأول يقول أنا أتحداك والثاني يرد عليه سوف أهزمك. I will defeat you. I will defeat you. رائع. آمل أنكم قد استفدتم من هذه الجمل. اكتبوها في دفتركم لكي تعودوا إليها مرة أخرى. ولايك للفيديو وشاركوا هذا الدرس مع أصدقائكم حتى تعم الفائدة. وإلى أن نلتقي بحول الله في درس جديد أراكم بخير. See you in the next video.